رغم استحواذها على أكثر من 35% من إجمالي التخصيصات المرصودة للوزارات والمؤسسات، تشكو الداخلية من نقص بالتخصيصات المالية الممنوحة لها، ما يطرح تساؤلات كبرى: أين تذهب أموال الداخلية؟ ثالث أكبر وزارة بالتخصيصات بعد النفط والكهرباء، تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها بحاجة لدعم مادي من أجل تطوير آلياتها وأسلحتها وإمكانياتها الأمنية والاستخبارية، خاصة بعد استلامها إدارة الملف الأمني في أغلب المحافظات، وهو ما يفتح أبواباً لعقد صفقات جديدة بملايين الدولارات. وبلغت تخصيصات الداخلية في موازنة العام 2023 نحو 9 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل 13 مليار دينار عراقي. وبحسبة بسيطة، فإن موازنات الداخلية للأعوام الثلاثة ستتجاوز 40 مليار دينار، برقم يعادل موازنات الدول بأكملها، ما يجعل هذه المؤسسة في صدارة المؤسسات الحكومية بقيمة الموازنة لسنوات خلت. وتكشف الوزارة بنفسها بين فترة وأخرى عن حجم الفساد الذي يتخلل مفاصلها، لتضطر لمعاقبة عميد ومحاسبة عقيد وطرد آخر متورط بقضية فساد، ناهيك عن الفصائل السياسية والجماعات الحزبية المتحكمة بالعديد من أقسامها بسبب المحسوبية والمنسوبية والعلاقات الشخصية بدلا من الكفاءة التي تضع المسؤول بمكانه غير الصحيح.